طيب تمرين صفحة 71. المثلث ABC قائم الزاوي في B. المطلوب أوجد قياس الزاويتين A و C علما أن A على C يساوي 2 على 7. إذا هون في عنا المثلث قائم الزاوي في B وعنا التناسب A على C يساوي 2 على 7. طالما عنا هون تناسب يحوي مجهولين بكسر واحد فرح نستعمل خواص التناسب. راح نقول طالما عندنا المثلث قائم الزاوية في B يعني الزاوية B قياسها 90 درجة فراح يكون مجموع الـ A والـ C 90 درجة لأن مجموع قياسات زوايا المثلث كلها 180 والـ B 90 بيتبقى مجموع الـ A والـ C 90 درجة. فهون لو حبينا نحسب قياس الزاوية A نثبت البسط ونضيفه على المقام يصير في عندنا 2 على 2 زائد 7 يساوي A على A زائد C. بنعوض الـ A زائد C مجموعين 90 صار تناسب A على 90 يساوي 2 على 9. هذا يؤدي أنه الزاوية A تساوي 90 ضرب 2 على 9 ويساوي 20 درجة. هون في عندنا اختصار 90 من البسط على 9 في المقام بيتبقى 10 ضرب 2 ويساوي 20 درجة هو قياس الزاوية A. قياس الزاوية C عندنا مجموع الزاويتين A و C 90 درجة وعندنا الـ A 20 فقياس C راح يكون 90 ناقص قياس الـ A اللي هو 20 ويساوي 70 درجة. إذا صار المثلث عندنا الزاوية B 90 والزاوية A 20 والزاوية C 70 درجة. تطبيق آخر صفحة 71. النص أسهم ثلاث أخوة في شراء حاسوب محمول من مكافآت حصلوا عليها في نهاية العام الدراسي بشرط أن تتناسب إسهاماتهم مع الصفوف التي كانوا يدرسون فيها. يعني هون في عنا شرط بيتناسب الإسهام أو المبلغ اللي دفعه كل شخص مع الصف اللي كان بيدرس فيه. فإذا كانت قيمة الحاسوب 26,000 ليرة وكان الأخوة في الصفوف 7 و9 و10 المطلوب أوجد إسهام كل واحد منهم، يعني مطلوب إيجاد المبلغ يدفعه كل شخص منهم. طالما عندنا هون المبلغ يدفعه بيتناسب مع الصف اللي كانوا فيه. فكرة السؤال إنه كل ما زاد صف الأخ بيزيد مبلغ يدفعه، مثلا دفع أقل شيء مين؟ اللي بصف السابع، اللي بصف التاسع دفع أكثر، اللي بصف العاشر دفع أكثر. هذا بيدلنا إنه هون في عنا علاقة تناسب طردي، كلما زاد الصف عم يزيد مقابله المبلغ المدفوع، فهون في عنا تناسب طردي بين الصف وبين المبلغ المدفوع. فالحل على الشكل الآتي، هون طالما عنا المبلغ اللي دفعه كل أخ مجهول، فرح نفرض اللي دفعه الأخ الأصغر بصف السابع X، واللي بصف التاسع Y، والمبلغ اللي دفعه الأخ بصف العاشر Z. هاي بمثلوا المبلغ يدفعه كل شخص منهم. فمثل ما قلنا كلما زاد عمر الشخص يزداد مبلغ دفعه، أو كلما زاد الصف اللي هو مداوم فيه بيزداد المبلغ اللي دفعه نفس المعنى. فراح يكون في عنا هون تناسب طردي، كلما زاد العمر أو الصف بيزداد المبلغ المدفوع. قلنا سابقا هون راح يكون في عنا علاقة تناسب طردي هي عبارة عن عملية قسمي بين المقدار الأول والمقدار الثاني، يعني X على 7 المبلغ المدفوع من الأخ الأصغر بيتناسب طردا مع صفه اللي هو 7 يساوي Y على 9 الأخ الأوسط ويساوي Z على 10 بالنسبة للأخ الأكبر. طالما عنا هون 3 مجاهيل في 3 كسور فراح نستعمل خاصة اللي هي بالنسبة للمتساوي أخذناها يساوي مجموع البسوط على مجموع المقامات، يعني يساوي X زائد Y زائد Z على 7 زائد 9 زائد 10. الX والY والZ هن إسهامات الأخوة، مجموع كلي رح يكون هو طبعا المبلغ الكلي تمن الحاسوب كاملا اللي هو 26,000 بالمقام 7 زائد 9 16 و10 26، فصار الكسر 26,000 على 26
ممكن نختصر بإني أقسم الوسط والمقام على 26، بصير الجواب 1000. بهالحالة صار في عنا x على 7 يساوي y على 9 ويساوي z على 10 ويساوي 1000، يعني كل اسم من هاي النسب بتساوي 1000. هلا رح حساب المبلغ المدفوع، نحسب كل نسبة لحالها. x على 7 تساوي 1000، يعني x تساوي 7 ضرب 1000 ويساوي 7000، لأنه ال 1000 مقامه واحد فما استعملناه بالتناسب. كمان y تساوي 9 ضرب 1000 ويساوي 9000، z ويساوي 10 ضرب 1000 ويساوي 10000. هذا هو المبلغ اللي دفعه كل أخ من الأخوة، طبعا لازم يكون مجموعي 26000، وبالفعل مجموع هاي المبالغ يساوي 26000. هيك انتهينا من حل تطبيق الصفحة 72 اللي بيخص التناسب الطردي.